لص مقبقب، لا دين ولا دنيا ولا ضمير ولا احساس. هذه القصة حدثت في سلطنة عمان وبالضبط في البريميل، تم نشرها في 2018 بس هي صارت قبل. هذا واحد صاحب مطعم، ايش يعمل؟ يروح يلف على البقالات الصغيرة اللي في الحوائر، السوبر ماركتات ديلة، وياخذ من عندهم الروب المنتهي، الزبادي المنتهي، وياخذ عند المطعم يحط فيه فلفل وملح ونعناع ويضربه ويقدمه للزبائن مع الوجبات، ومشي أموره بهذه الطريقة. في الطرف الثاني هذه المحلات الصغيرة اللي ياخذ من عندهم هذا الروب المنتهي بالمقابل يعطيهم وجبات بالمجان، يعني هم يعرفوا ان هذا الشخص ياخذ من عندهم الروب المنتهي ويقدمه للزبائن بالمقابل، هذول اصحاب المحلات يحصلوا وجبات بالمجان من عنده في المطعم، يعني هم عارفين ان هذا الشخص لص مقبقب ولا دنيا ولا دين ولا ضمير. بعض الزبائن المرتادين لهذا المطعم طبعا مستمر فترة طويلة يحسوا ان هذا الروب في طعم غريب، بس مشينا امورهم عادي. بس واحد اثنين ثلاثة هذولا راحوا بلغوا الشرطة، وصل الموضوع عند الشرطة، وتعرفوا انت الشرطة وطرقهم في التحقيق مثل هذه القضايا والجنايات، شوية يراقبوا شوية يسألوا شوية هذا، لحد ما شافوا هذا الشخص صاحب المطعم يدخل هذه البقالات ويطلع منها بكيس مليان روب منتهي. ما يرقوا هذه الألبان للشركات اللي قابت لهم إياها، لا يريد يستفيدوا، لا بارك الله فيهم، ما عندهم مشكلة أن الناس تمرض وتموت بسبب هذه الأشياء المنتهية والفاسدة. يعني يعطوا هذا صاحب المطعم عشان يأخذ وجبة قيمتها بريال ولا ريال وميتين، لا بارك الله فيهم. عموما شرطة عمان السلطانية تراقب وتبحث، وصلت ومسكت متلبس هذا صاحب المطعم وهو يشتري هذه الألبان المنتهية، وأيضا هو يقدمها للناس. الشاهد في القصة كيف ممكن نستفيد؟ لا تتوانى ولو 1% ولو لحظة، إذا حسيت أن في شيء يضرك أنت كمستهلك أو يضر الناس عندك، ثلاث جهات: شرطة عمان السلطانية، حماية المستهلك، والادعاء العام، إلا واحد منهم راح ينصفك. ما يتوانوا في هذا الموضوع، الله سبحانه وتعالى فوق، يمهل ولا يهمل.